معانا اليوم في كلام دكاترة دكتور عبد العزيز أشكناني، استشاري أمراض الجهاز العصبي. عيادة الدكتورة نور، نحب نقول لكم مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. في رمضان طبعا في ناس وايد يعانون من الصداع، خاصة الناس اللي متعودين على القهوة من قبل، وكمية الكافيين اللي يستهلكونها من كثر ما هي كمية كبيرة ممكن تصير معاهم أعراض انسحابية في هذه الفترة، خاصة هالكم يوم في بداية رمضان. أول شيء ممكن يصير معاكم صداع، ممكن يكون متوسط الحدة أو شديد، وغير كذي ممكن يصير معاكم إمساك، ممكن يصير معاكم خمول أو تعب، وكذلك ممكن تحسون بالقلق. وهذه الأشياء ممكن تسيطرون عليها أكثر إذا تعاملتوا مع الأعراض الانسحابية للقهوة بطريقة صح. أول خطوة لازم تسوونها إن أنتوا تراجعون طبيب العائلة. ليش؟ لأن احتمال هذا الصداع ما يكون سبب انسحاب القهوة، ممكن يكون السبب سبب ثاني، وخاصة إذا هو أسوأ صداع مريتوا فيه بحياتكم. الشغلة الثانية اللي لازم تنتبهون عليها إن أنتوا تستهلكون كمية كافية من الماء. السوائل هي مفيدة جدا وتمنعكم من الجفاف اللي ممكن يخلي المشكلة أسوأ. الشغلة الثانية لازم تشربون كميات معتدلة من القهوة، لا تكثرون. أوكي صح أنتوا كنتوا تستهلكون كميات كبيرة قبل رمضان، لكن الحين دام إنه فرصة في الشهر الفضيل إن أنتوا تغيرون عاداتكم الغذائية، حاولوا إن أنتوا تقللون كميات الكافيين وتستغلون هذه الفرصة. بالنسبة حق الصداع ممكن هم تتحكمون فيه اكثر اذا انتوا خذيتوا فترات من الراحه خلال اليوم. فاذا مثلا انتوا دوامكم طويل ترى مرات شويه هم الاشياء هذه النغفوة بسيطه او ان انتوا تريحون بنص الدوام وتسكرون الليتات، هذا ممكن يفيدكم في حل الصداع. الشغله اللي انا احب اقول لكم اياها بالنسبه حق المسكنات اذا انتوا استهلكتوها بطريقه خطا ممكن تكون خطره لكم، خاصه ان في فترات الجفاف اللي ممكن تتعرضون لها خلال الصيام ممكن يأثر هذا على الكلى. عشان كذي قبل لا تستخدمون أي مسكن روحوا راجعوا طبيب العائلة. المسكنات مثل الباراسيتامول ممتازة جدا إذا خذيتوها مثلا حزت الفطور إذا كان الصداع لحين موجود بعد استهلاك القهوة، أو ممكن حتى تأخذوا لكم حبتين ساعة أو ساعتين قبل النوم، ممكن هم يفيدكم شوية في فترة النهار. لا تنسون تراجعون الطبيب، وهذه كانت عيادة دكتورة نور. القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، فهي تعزز الإنتاجية وتحسن صحة الإنسان، لكن الإكثار منها والإدمان عليها مضر، لأن الاستهلاك الزائد من الكافيين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والإقلاع عن القهوة مو سهل، فمعظم الأشخاص تعتمد أجسامهم على الجرعة اليومية، ويعاني 50% من الناس من أعراض انسحاب غير سارة. وأول هذه الأعراض هو الصداع والإحساس بالإعياء والقلق وسرعة الانفعال وتعكر المزاج وصعوبة التركيز والنعاس والإمساك والغثيان والقيء وآلام في العضلات وتشنجها والأرق والاكتئاب واضطراب ضربات القلب. يحدث الصداع لأن الكافيين يقوم على تضييق الأوعية الدموية داخل الدماغ، وعند عدم تناول الكافيين تتسع هذه الأوعية، ويمكن أن تؤدي الزيادة الناتجة في تدفق الدم إلى حدوث صداع أو غيره من أعراض الانسحاب. يمكنك تجنب أعراض الانسحاب عن طريق تقليل الجرعة اليومية تدريجياً، فإذا كنت تشرب عادة 4 أكواب قللها لـ3، وقلل محتوى الكافيين تدريجياً. وعشان نتكلم موضوع صداع القهوة أكثر وأكثر راح يكون معنا الدكتور عبد العزيز أشكناني، استشاري أمراض الجهاز العصبي في مستشفى الأحمدي ومستشفى دار الشفاء. حياك الله معنا دكتور، منورنا. الله يحييك دكتور. بكل بساطة أول سؤال يقول ليش نحس بالصداع لمن
نقطع القهوة فجأة؟ لأن أحد تأثيرات القهوة على جسم الإنسان إن هي تسبب انقباض في الأوعية الدموية، فالشخص اللي متعود يشرب قهوة فالأوعية الدموية عنده دائما على درجة ما من الانقباض، لما يوقف من القهوة هذه الأوعية ترد تنبسط في المخ وتعطي شعور في بداية الألم والصداع اللي يصير. جميل، يعني التوقف عن شرب القهوة فجأة يسبب لنا الأمور هذه. يمكن في حالة ناقشتك قبل الهوى فيها دكتور، حتى أنا أمر فيها، معود نفسي على سبيل المثال أني أشرب قهوة الساعة 10 الصبح يوميا، لكن لما يدش علينا الشهر الفضيل وما أشرب القهوة الساعة 10 الصبح يوميا أنا حايشني صداع، شنو هالحالة دكتور؟ يعني هذا يصير عند بعض الناس، مو كل الناس اللي متعودين على القهوة، لأن في حالات ثانية القهوة قد تسبب صداع، تصير نوع من العامل المحفز للصداع، مثل ما في مثلا أحيانا بعض أنواع المأكولات أو الأجبان تسبب صداع ومحفزة للصداع، القهوة أحيانا تكون هذا العامل المحفز عند بعض الناس. في عند ناس آخرين القهوة تساعد على تخفيف الألم، تزيد من فعالية الأدوية المضادة للألم، وبالتالي تعطى لمريض الصداع أو اللي يعاني من الصداع. أما بالنسبة للأشخاص اللي معتادين على القهوة باستمرار فمثل ما قلنا هي تحدث تغيرات، ولما الواحد يوقفها فجأة هذه التغيرات تنعكس، وهذا الانعكاس هو اللي قد يثير الصداع اللي يحصل. ممتاز. زين دكتور، السؤال اللي يطرح نفسه، شلون يشتغل الكافيين داخل جسم الإنسان؟ يعني الكافيين لا أكثر من دور في من الأشياء اللي في مقاومة الصداع والألم، يعتقد أنه في دور مضاد للالتهاب، ولكن في نفس الوقت أيضا يؤدي إلى انقباض في الأوعية الدموية، وهذا لما يروح التأثير ماله قد يؤدي إلى صداع مع انبساط هذه الأوعية الدموية. فالموضوع موضوع تناسب طردي، متى ما الإنسان كان يشرب قهوة بكميات كبيرة خلنا نقول الصداع ما يكون موجود عنده لأنه ما تكون منقبضة الأوعية الدموية، فمتى ما ترك فجأة من الممكن أن يحصل له الموضوع هذا. هذا ممكن يحصل أي، بس أيضا هذا مو كل الناس، مو كل يعني الناس هذا عند فئة معينة من الناس. زين دكتور، العصبية، التنرفز، التوتر، قلة الانتباه، قلة التركيز، أعراض مصاحبة هذه لقطع القهوة فجأة أو أعراض مصاحبة خلنا نقول للصداع، الصداع النصفي اللي يصيب الناس برمضان؟ هو الصداع، الناس لما تقول صداع تفكر بس في الألم، ولكن الصداع فيه أعراض أخرى اللي هي العصبية، النرفزة، تغير في المزاج، هذه كلها تصير أحيانا ساعات وأيام قبل نوبة الصداع وممكن تستمر إلى بعد نوبة الصداع. فإذا الشخص كانت القهوة بالنسبة له هي العامل المخفف للألم واللي تقلل من تكرار الصداع فقاعد تقلله من هذه الأمور، لما يبي يرجع الصداع ترجع له هذه الأعراض مرة ثانية. الأعراض هذه. إنزين، الصداع من الممكن إذا واحد يكون يعني مثلا على قدر عالي من شرب القهوة كميات كبيرة يشربها ويتناولها قبل رمضان ودش عليه فصل رمضان إنزين أو شهر رمضان وقطع القهوة فجأة، هل الصداع من الممكن دكتور إنه يستمر معاه عدة أيام أسابيع على سبيل المثال؟ الصداع ممكن يستمر المتعلق في القهوة ممكن يستمر لأسبوع تقريبا أكثر أو أقل، بس المفروض الشخص اللي متعود إنه يشرب قهوة وبيوقف فجأة المفروض إنه يتدرج في التقليل من جرعات القهوة اللي قاعد يشربها يوم عن يوم عشان ما يصير هذا التوقف المفاجئ. وإذا كان هو محتاج القهوة عشان يقلل الصداع اللي هو متكرر عنده أكثر من 4 أو 5 أيام في الشهر، فالأفضل أنه يأخذها من الأدوية اللي هي الوقائية للصداع. أدوية الوقائية. أي. حلو، ويبلش بتخفيف جرعات الكافيين والقهوة وغيره في وقت كافي عشان لما يوصل رمضان يكون مو متعود انه ياخذ كميات من القهوة. حلو. انزين دكتور، القهوة منزوعة الكافيين الديكاف، اذا الواحد حول عليها قبل شهر رمضان من الممكن انها تفيده؟ يعني هو الكافيين هي المادة اللي فعالة في القهوة، هي اساس المشكلة واساس الكافيين. الكافيين فإذا أخذ قهوة منزوعة الكافيين أو الديكاف من الممكن أن ما تحوش الأعمال، عفواً ما تحوش الأعراض هذه لقدام؟ يعني أتصور أن أقل احتمالاً، لأن هو أوريدي قاعد يقلل نسبة الكافيين اللي قاعد يأخذها، لأن الكافيين هو الأساس. حلو. إنزين، النصيحة التي بتقدمها دكتور بنهاية اللقاء هذا حق أي شخص يعني نهم في تناول القهوة، شو تقول له؟ أنه يستعد بتقليل تدريجي من أخذ من استهلاك القهوة
مع الوقت عشان يقلل من استخدامها في رمضان لأقل وقت، وأنه ينام زين في رمضان، يشرب سوائل كفاية ورياضة. هذه الأمور هي تساعد أيضا في التقليل من الصداع. دكتور عبد العزيز يعطيك العافية على العنوة، على الجي، على الكلام الطيب في ميني كلام دكاترة اللي احنا مسوينا. قواك الله، يعطيك العافية. خلكم معانا متواصلين من بعد الدكتور عبد العزيز أشكناني، استشاري أمراض الجهاز العصبي في مستشفى الأحمدي ومستشفى دار الشفاء. راح ننتقل إلى فقرة ثانية، خلكم معانا فاصل ونرجع نتواصل مرة ثانية. هلا ومرحبا فيكم. بما أن موضوعنا عن القهوة، بشرح لكم شنو الأشياء اللي ممكن تسببها القهوة لصحة أسناننا. هي أول شغلة التصبغات. التصبغات، خلنا نعرف التصبغات شنو هي. التصبغات عبارة عن جزيئات ملونة تترسب على السن. ليش تترسب على السن؟ لأن السن مو أملس نفس السيراميكا أو الرخامة. السن عبارة عن تضاريس موجودة على طبقة السن، لو كبرناها بميكروسكوب راح نشوف ان فيه طبقات، فتترسب عليه التصبغات اللي بالقهوة. انزين، هذا اذا كان سن سليم. اذا كان سن فيه حشوة غير متقنة، تكون الحشوة زائدة شوي على السن فتساعد في زيادة التصبغات، او التصبغات على التلبيسات، يعني السن يكون ملبس كامل. انزين، خلنا نقول ان الجزيئات ترسبت على السن، شلون أقدر أساعد في تقليل هالترسبات هذه والعناية وأنا أستمتع بالقهوة وشربي للقهوة وإدماني للقهوة؟ أهم شيء الشغلة الرئيسية اللي ممكن أن نسلط الضوء عليها هي التفريش واستعمال الخيط المائي أو الخيط المعتاد. فإذا نظفت واعتنيت فيها راح أقلل مدة تراكم التصبغات على السن، راح أزيد المدة، يعني بدال ما هي 3 شهور 4 شهور راح أخليها إلى 6 شهور، أو أنا عن نفسي كتجربتي إلى فوق 6 شهور، يعني من سنة لسنة. فمثل الملابس، يعني لما ألبس أنا ملابس وأحب هالملابس هذه وأحب أكررها، لازم أروح أغسلها، أو سيارتي أو غرفتي أو أي مكان ببيتي. فلازم أن نعتني فيه. الاعتناء أول شيء يكون عندي بالبيت، ثاني شغلة أنه أراجع المستوصف أو أي عيادة أني أسوي التنظيفات الدورية المستمرة لتقليل تراكمات التصبغات. بس أهم شغلة أنه ما أقول، يعني في مرة مراجع كان عندي جايني العيادة يقول لي دكتور أنا قاطع القهوة، ما أشرب قهوة وقاعد تصير معي تصبغات. أثناء حديثي معه وكلامي معه تبين أن الأخ كان يدخن وقاطع القهوة. ليش أنا أقطع مثلاً القهوة وأروح أدخن؟ فعنده سبب ثاني زيادة للتصبغات. من الأسباب اللي ممكن تسبب لنا التصبغات مو بس القهوة ولا التدخين، يعني عندي مثلاً الحلويات اللاصقة اللي تلزق على السن، وإنه يكون فيها تكون ملونة أو فيها أصباغ ملونة. فهالشغلات هذه ممكن تزيد عندي احتمالية التصبغات، حتى لو إني قاطع شغلة واحدة معينة من اللي موجودة بالقهوة أو التدخين وأخذ الأسباب الثانية، فتصير تراكمات الأصباغ. هي ما راح تطلع لي بيوم وليلة، هي تراكمات حبة 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 إلى ما تقريبا يبين معاي لون أسود داكن، إذا كان على حافة الأسنان أو على السطح الخارجي من السن أو بين الأسنان. فنصيحتي لكم عن القهوة وتصبغاتها، أهم شغلة أني أفرش مدة ما تقل عن 2.5 دقيقة إلى 3 دقائق، وأستعمل الخيط المائي أو الخيط العادي بين الأسنان لتقليل احتمالية تراكمات التصبغات، أو إذا عندي مشاكل بالحشوات التجميلية الخارجية أروح أعدلها، أراجع العيادة أعدلها لتقليل فرصة التصبغات. فيا أخواني، يعني لازم نراجع ونهتم ونعتني بأسناننا ونستمتع بالقهوة. يعطيكم العافية.
مبارك عليكم الشهر. وبما أن اليوم أول يوم من أيام رمضان، فالعديد من الأشخاص اللي يتناولون القهوة ومتعودين عليها يحاتون من موضوع الصداع والإرهاق وعدم المقدرة على تكملة اليوم وهم مرتاحين. هذا الموضوع ما لازم نحاتيه وايد، لأنه يتم معانا فقط بين يومين إلى 4 أيام، خاصة للأشخاص اللي ما بدأوا يعودون نفسهم على تقليل كمية القهوة قبل ما بدينا بالشهر الفضيل. طبعا مثل ما نعرف ان القهوه لها العديد من الفوائد، وهذه الفوائد بس تكون للاشخاص اللي ما يتعدون تقريبا 8 أكواب العاديه من القهوه. من فوائد القهوه اللي هي تقلل من الاصابه بمرض الباركنسون، وايضا ترفع من الاداء الرياضي، ممكن انها تزيد من موضوع الذاكره والانتباه عند الاشخاص. في عندنا شغلة وايد وايد مهمة، أن زيادة نسبة تناول القهوة والكافيين إلى أكثر من 400 ميلي جرام ممكن تأثر على ارتفاع ضربات القلب، ممكن تخلي قلق عند الأشخاص اللي يتناولون هذه القهوة باستمرار. الحين إحنا بما أن فترة رمضان وعندنا صيام تقريبا 16 ساعة باليوم، يعني عندي أنا 8 ساعات اللي أقدر أتناول فيهم القهوة براحتي أو أي نوع من مشروبات الكافيين. هذه 8 ساعات كفيلة أني أنا أقدر أقلل النسبة اللي أنا متعود عليها على أساس ما تأثر على يومي بالمرحلة الثانية. ممكن أنا أني أخذ خلال فترة 8 ساعات تقريبا 3 فنايل قهوة، منها القهوة العربية، القهوة التركية، القهوة الأمريكية، أي نوع من أنواع القهوة. ودائما أن إحنا نقول لكم ياليت ما يكون القهوة فيها كمية من السكر، لأن إحنا خلال شهر رمضان نتناول العديد من السكريات. من البدائل للقهوة على أساس أني أنا أقلل من نسبة الكافيين اللي تدخل جسمي هي قهوة الشعير والقهوة الخالية من الكافيين، وممكن أستخدم الماتشا اللي فيها العديد من مضادات الأكسدة، طبعا مثلها مثل القهوة لكن الماتشا تحتوي على مضادات الأكسدة بنسب أكثر. هذه الأمور إذا قللت من نسبة الكافيين، مثل ما قلنا قهوة الشعير، القهوة الخالية من الكافيين، وحتى إذا حطيت حليب على القهوة واستخدمت كمية بسيطة من القهوة أقل من قفشة، ممكن تقلل من نسبة الكافيين اللي الشخص ممكن يأخذها. من أعراض تناول كميات كبيرة من الكافيين اللي هو الجفاف، وإحنا ما نبي يحوشنا جفاف خلال فترة الصيام، لأن القهوة والكافيين اللي بالقهوة يعتبر مدرر من مدررات البول، فرح تخلينا نفقد العديد من السوائل داخل أجسامنا. عشان إحنا يعني ما نخلي هذه المرحلة توصل، ممكن مع كل فنجان قهوة نزيده أو نشرب معه كوب من الماء. بالنسبة للقهوة خلال فترة السحور ما نبي نكثرها، ممكن الأشخاص اللي وايد متعودين على الكافيين وعلى أساس أنه يتمون ما يحوشهم الصداع في فترات الصباح الأولى، ممكن يأخذون كوب من القهوة واللي هو رح يكون الأخير غير الاثنين اللي خذوها. تناول أكثر من 5 إلى 6 أكواب بالقهوة خلال فترة عدم الصيام ممكن أنه يأثر علي بموضوع الإرهاق والقلق. ونشوفكم إن شاء الله في حلقاتنا القادمة، ونتمنى لكم صيام سهل ومريح إن شاء الله.